أخ الناخب، أخت الناخبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مرشحكم مرشح بلدنا جميعا، مرشح كل الناس، مرشح أهلي، مرشح بلدي، مرشح الكبير، مرشح الصغير، خادم للغني وخادم للفقير، خادم لكل المواطنين بعد 11 عشرة، وكنت قبل 11 عشرة، وسأستمر بإذن رب العالمين. بعد ساعات فقط يتكرر مصير بلدنا باقة، بلدنا الحبيب، بلدنا الذي نعتز به ونفتخر بانتمائنا له. تقرير مصير أبناؤنا وبناتنا وجميع أهلنا في هذا البلد الطيب. أعاهدكم وأعاهد رب العالمين أن أكون خادمكم، خادم الصادق الأمين المخلص الحروص على مصالحكم ومصالح بلدنا جميعا بإذن الله. لننطلق معا بتوفيق رب العالمين لنجعل من بلدنا بلد إعمار، بلد الازدهار، بلد المحبة، بلد الأخوة، بلد التسامح، بلد الوفاق بإذن الله. وبكم ب11 عشرة وبثقتكم إن شاء الله منتصرين، والنصر ليس لجلال أبو حسين، النصر لجميع أهلي وبلدي في باقة في بلدنا الحبيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.